كم يقول السائل: فضيلة الشيخ، نريد تفسيرا شافيا لهذه الآية، قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم، المشركون يحبون أصنامهم، يحبون أصنامهم محبة شديدة، ولذلك يستميتون في الدفاع عنها ويقدمون أرواحهم في الدفاع عن أصنامهم، لأنهم يحبونها فتنة، فتنة، كما قال الله جل وعلا عن بني إسرائيل: وأشربوا في قلوبهم العجل. فالمشرك يحب معبوده من دون الله عز وجل، وكذلك المشرك يحب الله، المشرك يحب الله ولكن يحب معه غيره، يحب الأصنام. وأما المؤمن فيحب الله محبة خالصة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يساوون بين محبة الأصنام ومحبة الله، لأنهم يشركون بالله في المحبة وفي غيرها من أنواع العبادة. أما المؤمنون والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم محبتهم لله خالصة ليس فيها شرك، محبتهم لله أشد من محبة المشركين لله عز وجل لأنها خالصة. هذا قول في تفسير الآية، والقول فدل على أن المشركين يحبون الله، لكن لما أحبوا معه غيره بطلت محبتهم لله، كما إذا عبدوا الله وعبدوا معه غيره بطلت عبادتهم لله عز وجل. القول الثاني أن المشركون لا يحبون الله عز وجل، وإنما يحبون أصنامهم فقط، يحبون أصنامهم فقط. وأما المؤمنون فيحبون الله وحده ولا يحبون غيره محبة العبادة، يخلصون محبتهم لله عز وجل. والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأصنامهم. نعم.